سكيليتال كارديا. المسل سيل لها اسم تاني اسمها ايه؟ مسل فايبر. دي بتسمى المسل سيل فايبر عشان لونج وتن طويله يعني ورفيعه عامله زي الليفه فسميناها مسل فايبر. هقول تاني كلنا خدتوا الحته اللي فاتت نص صفحه كده ما لهاش اسم دلوقتي. دي انواع المسل سكيليتال وكارديا وسمول. المسل فايبر سوري المسل سيل اسمها تاني ايه؟ مسل فايبر تاني ايه؟ لونج اند ثين. هناخد النهارده سكيليتال مسل. اول نقطتين اكتب لي جنبهم المكان اين تقع السكيليتال مسل. نعم رقم واحد ده نص ابنده. فانت حتى لو بتلعب جيم في الاول بتخس فشويه وزنك ايه؟ بيزيد عشان تبني ايه؟ يعني اذا العضلات بتوسع الوزن هي فعلا ذا موست اباندر. كان موجوده فين بالظبط يا دكتور؟ اتاشد تو ذا سكيلتون يعني ماسكه في البول عشان كده اسمها الثاني ايه؟ سكيلتال. يعني كان اسمها سترايتد عشان مخططه وفولانتر عشان اراديه وسكيلتال عشان اتاشد تو ذا سكيلتون. يبقى اول نقطتين تعلموا المكان السايت مسكيت المصل هي الموست اماندر اكيد طبعا اكتر من الكارديا موجوده في القطره واكتر من السموش موجوده في الفيزره موجوده في كل الجسم هي ابر لمب ولور لمب كلهم عباره عن مصل يبقى ذا موست اماندر اتاشد تو ايه؟ سكيلتون سو نيمد ايه؟ سكيلتون. ده اول حاجه المكان. النقطه الثالثه اكتب لي جنبها النيرفس كنترول. طبعا كان هي ايه؟ فولانتري اكسبت تنتهي بالكمبليت. هتلاقي الاكسبشن كتير قوي على كده. لان هو كده في اول حاجه اسمها ريفليكس ار. في حاجه اسمها الفعل المنعكس. حاطين رسمين في الاحياء. لو واحد بدل ايديه كده وبص الناحيه الثانيه حط تحت هنا ايه؟ شمعه ولا ابره ولا شمعه؟ شمعه 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 هيعمل ايده ايه؟ كده وبعد كده يبص. ليه كانت حركة ايه؟ انفولانتري يبقى اسمه ريفلكس ار. يعني في حالة الفعل المنعكس السكيلتال ماسل بتشتغل انفولانتري عشان تحميك من الدنجر من اي خطر. رقم اثنين بلينكينج لما عينيك ايه؟ ترمش ما تتبش ورا دكتور. ده كده اسمه انفولانتري المزاج. لكن هو انا واقف كده واحد غصب عني يعمل كده يحصل لها ايه؟ هترمش فاصبحت هنا انفولانتري. لو عايز تزود على فكره فارنكس عارفين فارنكس يعني ايه؟ العوم ده سكيلتال ماسل لكن بيشتغل انفولانت. ابر تو سيرد اوف اسوفاجس يا ريت تزود الكلام ده. يعني ايه ابر تو سيرد اوف اسوفاجس؟ اسوفاجس ازاي يا جماعه سكيلتال ماسل؟ اول تلتين منه بيبقوا انفولانت. ابر تو سيرد اوف اسوفاجس سكيلتال ماسل بقى ايه؟ انفولانت. اخر حاجه عضله تاخدها في الاناتومي اسمها بريماستر ماسل. دي ماسل ماسكه في التستس عشان تعمل لها اليفيشن اثناء البرد واثناء الانتركورس وتسيبها تنزل اثناء الايه؟ الحرب. عضله اسمها بريماستر ماسل دي سكيليتال ماسل عشان كده تاخدها في الاناتومي. بط اكت ايه؟ بتشتغل ايه؟ انفولانتري. يبقى اذا النقطه الثانيه نيرفس كنترول بصفه عامه ايه؟ فولانت اكسبت. رقم واحد ايه؟ ريفلكس ار الفعل المنعكس. رقم اثنين ايه؟ لينك. رقم ثلاثه سكاربس. اربعه ابر تو سيرد اوف السوفنس ايه؟ اللور وان سيرد هيبقى ايه؟ انفولانت. اللور وان سيرد بقى تموس مصر ساعتها انفولانت من غير ما يكون زيها زي الصمغ زيها زي الانتستن. اللور وان سيرد اوف الصمغ اتموس مصر زيه زي الاستومك زيه زي الانتستن ساعتها يبقى انفولانت. لكن الابر تو سيرد هو سكيلتون بط انفولانت. اخر حاجه عضله اسمها ايه؟ البري ماستريك مصر. دي مصر اتاتش ذا تيستس ترفعها اثناء البرد اثناء التكورس واثناء الحرب تخليها تنزل تحت. المكان والنفس كنترول. النقطة الثانية الثالثة المكونات.
يقول لك إيتش ماسل، اكتب على كلمة ماسل كده إي جي زي البايسبس، عضل زي البايسبس أو زي الترايسبس، بتتكون من إيه؟ قال لك من تو كومبوننت. رقم واحد تيشو هيربطها مع بعضها عشان يخليها حاجة واحدة، أكيد كونكتد تيشو أهو، هربطها مع بعض بإيه يعني؟ أكيد كونكتد تيشو. رقم اثنين الماسل سيلز نفسها اللي قلت من شوية، الماسل سيل يعني ماسل إيه؟ فايبرز. وجهة نظر مين يبقى أكتر في الكمية؟ الكونكتد ولا الماسل؟ أكيد الماسل طبعا، هتبقى اسمها بايسبس، فهمنا؟ اسمها بايسبس ماسل. الكونكتد كل وظيفته يعمل ايه؟ يعمل كونكشن، يعمل سبورت عشان لما تشتغل تشتغل كويس. يبقى ايتش ماسل يقصد كلمه ماسل بايسبس ترايسبس اي عضله تطلع في الالاتوم اس فورمد اوف تو كومبوننت. رقم واحد ايه؟ كونكتد كومبوننت. رقم اثنين ايه؟ ماسل كومبوننت، ساعتها لارج نمبر ماسل فايبرز او ماسل سيل. هنبدا بالكونكتد كومبوننت. ايه كده، بص على الصوره اللي عندك، الصوره عشان تتخيل، نبدا من الصغير ونبدا من الكبير. نبدا من الصغير، اصغر حاجه عامل لك خطين كده، هتقول لك خطين اسمه ايه؟ خطين فيلم، ده عباره عن خط رفيع اسمه فين فيلم، وخط فيه اسمه ايه؟ مايوسين فين فيلم. لما اخدهم واجمعهم مع بعض اهو فايت فيوم، قوم تعمل لي خيط ادخل اسمه ساعتها مايو فايبرين. يبقى تاني الاكتين والمايوسين اسمهم العلمي مايو فيلامنت، فيلامنت يعني خيط ومايو يعني عضله، بس رفيع اسمه اكتين والتخين اسمه مايوسين. لما اجمعهم مع بعض كذا اكتين على كذا مايوسين يعملوا لي حاجه ادخل، خيط ادخل اسمه ايه؟ مايو فايبر. اخد مايو فايبر مع واحد تاني مع تالت مع رابع مع خامس يبدا يعمل لي ماسل سيل اهو، او اسمها تاني ماسل ايه؟ فايبر اهو. الماسل سيل دي احوطها بشويه ميتيكولا فايبرز عامله زي السرير حواليها، واحوطها كمان بملايه اربط الكلام ده كله مع بعضه. مين هيربطهم لي؟ الكونكتيف تيشو.
هجيب كونكتف تيشو يحوط لي العضله كلها على بعضها. بص اهو فوق النظر بيبقى نوعه ايه؟ دنس. دنس يعني ايه دنس؟ مليان فايبرز. اخليها منعكشه ولا مترتبه؟ منعكشه طبعا الريجولار عشان تعمل سبورت ليه في كل حاجه، كانك عملت كبسول للمصل. اسمها ساعتها ايه؟ اسمها العلمي ايبي ميزيوم. اهو تاني احوط العضله كلها اللي هي البايسبس وكونكتيف تيشو قوي دنس الريجولار. اسمه العلمي ايه؟ ايبي. ايبي يعني علق، وميزيوم ام واي يعني ايه؟ مصل. اطلع منه حاجه بس اقل ليس دنس اهي. عارفين ده اتقسم المصل الى ايه؟ الى باندل. فاصبحت كل باندل حواليها برضه كونكتيف تيشو اهو بس ليس دنس. قال لك هنسميه بيري. بيري ايه؟ من زي يبقى بي مع بي عشان ما تنساش اهو. بي مع بي. بيري ميزيوم مع اتش ايه؟ باندل. هاجي جوه ادخل كونكتيف تيشو كمان ساعتها هيحوط اتش ايه؟ مايو فايبر ماسل سيل. قال لك ساعتها اصبحنا جوه قوي نسميه اندو ميزيوم. فهمنا؟ يعني في ماسل فايبرز في كونكتيف تيشو هيربط الانديفيدوال ماسل فايبرز اسمه ايه؟ اندوميزيوم. وفي كونكتيف تيشو هيربط الايه؟ الماسل باندلز مع بعضها اسمه بيريميزيوم. وفي الاخر خالص اغطي المصل، اغطي المصل كلها اغلفها بكونكتيف تيشو اسمه ايه؟ ايبيميزيوم. عارفين هذا الكونكتيف تيشو اللي بره؟ اهو ومنعكش اهو. المصل خلص هو يكمل يحصل له كونتينويشن بس يترتب ويبقى ريجولار دنس ريجولار كونكتيف تيشو. حضرتك يبقى اسمه ايه؟ تندون. برافو. او ايه؟ او ابو نوروزس. حسيت ان ده كده هو التندون. عندنا في الاستودج مفيش فرق على فكره، مختلف اسماء في الاناتومي. انا ما اعرفش الفرق بينهم ايه بصراحه. بالنسبه لك هيستولوجي التندون هو الايه؟ الابو نوروزس. وعباره عن ايه؟ دنس ريجولار كولاجين كونكتيف تيشو. لو تفتكروا كان موجود في كلمه فلات صح؟ الدي ايه؟ تندو. والايه؟ ابنوروزس. طب والال؟ ليجامنت. مالناش دعوه بيه هنا. ان الليجامنت بيربط مين بمين؟ البون بالبون. فاكرين؟ طب والاخيره اللي هي الاف؟ بياض العين. فايبرس بوت اوف ذا هاي. لو كان حاجه اسمها سكليرا، سكليرا لونها ايه؟ ابيض. تاني انا بحاول اراجع لك على الكونكتيف تيشو. لانه كاتب عندك كونكتيف تيشو كومبوننت. العضله كلها هحوطها بكونكتيف تيشو اسمه ايه؟ ايبي ميزيوم. نوعه دنس. لما يحصل له كونتينويشن، يعني ايه كونتينويشن؟ يعني المصل خلصت وهو مكمل. عشان يمسك المصل في ايه؟ في البون. ساعتها بيكون ريجولار واسمه تندون او ابو نيروزس. هتقول ليه؟ ليه يا دكتور؟ مش كان ده كده خلص اهو وبدات ده جديد. ساعتها لو ده حصل لها سيفير كونتراكشن هتنفصل من التندون بتاعها. اي كلام. فدي كلمه الغطا والحله. كان دي الحله اهو، وده الغطا بتاعها اسمه تندون. الاثنين اخبارهم ايه؟ ماسكين في بعض كويس جدا. لان الايبي ميزيوم حصل له ايه؟ كونتينويشن. مش واقف وعملت حاجه جديده. فهمنا يا جماعه؟ ده كده الايبي ميزيوم اخباره ايه؟ مكمل. عشان امسك لمين؟ في البون. المصل خلصت فين؟ خلصت هنا اهو. فدي كلها اسمها ايه؟ مصل. لكن ده اسمه ايه؟ تندون. دي لونها ايه؟ حد يعرف؟ احمر. ليه؟ مايوغلوبين. لونها ايه؟ عشان ايه؟ كولاجين فايبرز. فهمنا يا جماعه؟ في الاناتومي على بعضها بيسموها مصر على فكره، ده في الاناتومي ماليش دعوه. انا في الهيستولوجي لما احب اعمل سيكشن في المصر اعمل فين؟ هنا. لو عملت هنا هتلاقي ايه؟ تندون. هتلاقي هنا كونكتيف فقط. فهمنا يا جماعه؟ وده اصلا حاجه بحس في المصر على فكره. الكونكتيف تيشو كومبوننت. انا انت لا خدته في الاناتومي ولا خدته في الهيستولوجي. نقرا الكتاب كاتب بقى. كونكتيف كومبوننت. اول حاجه ات كونتين او ات كونسيستس اوف كولاجين فايبرز اند فايبروبلاست. اكيد طبعا ضمن الكولاجين الاولى. ما هو الكونكتيف عباره عن ايه؟ حد يقول سيلز اهمهم مين؟ من الاوستوكومر فايبروبلاست وفايبرز من الاوستوكومر. كان ممكن يكون الحاجه الثالثه. الحاجه الثالثه ايه؟ في جراوند سبستنس او ماتريكس. فهمنا يا جماعه؟ لو انت عايز تزود تزود بس اصلا ما فيش سبب. النقطه الثانيه شايل جواه ايه وهو ماشي؟ اكيد البلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمفاتيك درينج. فده مش الكونكتيف تيشو. لو انتوا فاكرين مسؤول عن الاكسشينج يعني التبادل. فماشي جواه
نفس فكره اي اورجن، لكن حاجه اسمها ترابيكولار ارتري الناس بتقول لك اللي ماشي بالترابيكولار والكبسولار ارتري كان بيدخل منين؟ من الكبسول. يبقى جمله ثانيه بديهيه، الجمله الثالثه في غايه الاهميه، بدي لك كومبليت. بقول ايه بقى اهو اللي بيحصل؟ ات اتاتش المصل للبون باي اكس كونتينيويشن، اسمه بقى الكونتينيويشن تندر اور ابونروز. واكتب عليهم بالمره دنس ريجولار كولاجين كونكتيف تيشو، دنس ريجولار كولاجين كونكتيف تيشو. البلاط من ايه بقى ماشي في الثلاث؟ اول حاجه بتختلط الابي خلاص، واحد دخل جوه الابي بتوزع عن طريق البنك تطلع كده في الابي بين الخليه والخليه، في بلاط كبيره طبعا عشان تغذيه. ده المصل يا جماعه مليانه بلاط كبيره كمان، ده سكريت المصل ده النهارده كان قابل وده النهار اكتف. المصل هايلي ماسكولار بتخزن جواها اكسجين كمان عشان لما تحتاج، بتخزن جواها جلايكوجين عشان لما تحتاج. وقلت لك في كوبريت ايه؟ اهو الكونكتيف تيشو اتاتش المصل تو البول باي اكس كونتينيويشن اللي هو اسمه تاني تندم وايه؟ وامينوزس. النقطه اللي بعد كده ايه انواع الكونكتيف تيشو؟ ثلاث حاجات. اروح اسمه ايه؟ اي بي خليك فاكر اي بي اخوان الاي بي ايه؟ دنس كونكتيف تيشو سراوند ذا هول ايه؟ مصر على وزن الكبسول بتاع الاوردن والله اللي كان برضه سراوند ذا هول اورجن ونفس التكوين برضه دنس الريجولار كونكتيف تيشو. رقم اثنين ايه؟ بيري اكيد ليس دنس دخلنا جوه خلاص. يعني ايه ليس دنس؟ يعني فايبرز اقل ليس دنس سراوندنج ايتش ايه؟ باندل مصل باندل باندل يبقى بيبع بيه بيري مع باندل. الجمله الثالثه ايه؟ اندو مكتوب عندك ديلي. حد يقول لي كده ايه وعندك ديلي؟ قول يا جماعه كونكت تيشو ايه؟ يا جماعه كونكت تيشو حد يقول لي؟ لا بروبر لا سبيشش. هنا اكيد مين؟ بروبر. والبروبر نوعين لا لوز لا ايه؟ دنس. اول واحد كان دنس واللي بعديه ليس دنس. اكيد ديلي كتبها معناها ايه؟ مكانها لوز. الاندوميزيوم لوز. ولو فتحت اول نوع في اللوز اسمه لوز انولر هتلاقي مكتوب المكان الثاني بتاعه ان بتوين المسل سيل. ما دام ان بتوين المسل سيل يبقى اسمه ايه؟ اندوميزيوم. امال لو قلت ان بتوين المسل باندل بيريميزيوم. لو قلت لك كفر الهول مسل ايبيميزيوم. دي اسئله كومبليت كتير جدا. لو الطلبه احيانا بتبقى ملخبط ما بينهم. خليك فاهم كده. ايبي يبقى اللي عليها كلها ما بيفصلش حاجه عن حاجه. جوه بقى اسمه بيري، لا تقول لي سراوند ايتش ماسل باندل، لا تقول لي سيباريت الماسل باندل فروم ايتش اذر، الاثنين نفس المعنى. الاخير اندو، لا تقول لي سراوند ايتش ماسل فايبر، لا تقول لي سيباريت الماسل فايبر او الماسل سيلز فروم ايتش اذر. عيد تاني ولا تمام؟ بص يا جماعه تنوع المرضات اللي عندكم. كونكت تيشو كومبوند. عايز ايه يا اللي هي البايسبس او ترايسبس والمصل ساعتها حولها كونكتيف كبسول اسمه ايه؟ ايبي ميزيم. طلع منه فواصل اسمها ايه؟ ايبي ميزيم. مقسمها الى ايه؟ دخلنا على البندل اهو. كل بندل عباره عن ايه؟ مصل سيلز او اسمها مايو فايبر او اسمها مايو سايت كلهم نفس المعنى. هذه المصل سيل حولها كونكتيف تيشو بس لوز بس ديليك اسمه ايه؟ اندوميزيم. دخلت بقى جوه المصل سيل. حد يقول لي ده في المصل سيل؟ النيوكليوس السيتوبلازم السيل ممبرين. لان دخلت على السيتوبلازم لقيت جواه سيتوسكيلتون محترم اسمه العلم ايه؟ مايو فايبر عباره عن خيوط كده خيوط. لو مسكت كل خيط اقعد افتته الاقي بيكون حاجه اصغر اسمها ايه؟ مايو فيلم اللي هي اكتينوميسين. ده انا بعد شويه هشرح الاكتين عباره عن ايه؟ قلنا يا جماعه حاجه اصغر كمان. حد عارف تاكل اكتين؟ تاكل مايوسين؟ ده لسه حاجات تتركب دلوقتي. فهمنا؟ بيبي ولايف صح كده؟ مايوسين اكتين ومايوسين ده كله ده في الداخل.
السؤال ده بقى ممكن يجيبنا يجي لك اهو ال ام ال ام وسكيليتال ماسل لازم يوضحها لك فايبر انا عايز الفايبر فقط ماليش دعوه بالكونكتيف تيشو تاني ال ام وسكيليتال ماسل فايبر انت فاكرين الفايبر ايه سيل في بقها سيل هنا ساكنة يا جماعه ميه فايبر هنا ساكنة ميه وسايد يعني ميه وسايد ميه يعني ايه ماسل وسايد يعني ايه خليه ولما مترادفات اكتب هو عايز ايه قلت لك في الترم الاول لو قلت لك ال ال ام بتاع اي خليه اكيد اقول الايتم كيم ونيوكليوس وسيتوبلازم نفس الايتم بس هنا هقول شويه حاجات نجي يا جماعه لما كنت بفتح الشيب كنت دايما باجي على كلمه لارج وسمول اقول لك اقلبها مش مهمه واحيانا كان اسم رقم بين قوسين 20 مايكرو 20 نانو ايا كان هنا لو عايز اقول السايز ينفع تقول رقم واحد لا طبعا انا الاثنين اخر هنا ايه لونج وسن يعني كلمه السايز لها رقمين لها رقم يدل على اللينس رقم يدل على ايه على الدايمتر يبقى انا هزود اللينس ودايم اللي هم معاهم سايز تاني الخلايا اللي جالتها لازم تسكت خلايا روي فالسايز بتاعها يقصد بيه الدايمتر وتوصل اما انت هنا لما تقول لي رقم واحد تقصد بيه اللينس طولها ولا تقصد بيه الدايمتر لازم نوضح فنلاقي ايضا مكتوب لينس مكتوب ايه لان هي ايه فايبر مش خليه عاديه لان في مع كده ايه نيوكليوس بعد كده ايه سيتوبلازم دايما في الماسل بحب اعمل حاجتين بحب اعمل حاجه اسمها ال اس يعني ايه ال اس لونج ديونال سيكشن واتفرج واوصل واعمل كمان ايه اكيد ايه تي اس يعني تي اس ترانسفيرنس سيكشن فاصبحت دي الايتم تاني اول ايتم عندك اسمه ايه شيب وحط فيه خطين الشيب بتاعنا اهو كده ماسل سيل يعني كده السيل ميمبرين اهو يبقى كده سيتوبلازم كده بتاع شكلها ايه سلندريك كده اهو سلندريك لما نيجي نقطة الكارديا في مصر هقول لك ان المشكلة مصر هتكتب اما الكارديا في مصر لا في الجهاز دي وتطلع انها ابرانش في مصر كده اسمها ايه؟ كارديا في مصر اما خالص كده في مصر ايه؟ دونت برانش هي واحدة من الاول لحد الاخر ففي زيين كده في الفايبرز العادية في الكولاجين فايبر في الكولاجين فايبر طب دونت برانش واحد يقول لك قبل الحصه يا دكتور ده بتاع خط البايسيبس لها 2 هيد هو عقبه المصل على بعضها هي اللي برانش فاكرين يا جماعه اما المصل سيل اخبارها ايه دونت برانش فاكرين الكولاجين فايبر فالدونت برانش هو مين اللي برانش البندل في نفس القصه يعني ممكن تلاقي المصل ده اكتر من هيد بس بمعنى ذات ان المصل سيل ايه برانش يبقى اهو الشيب سلندريكال هتلاقي مكتوب تحتها ثلاث سطور دونت برانش شايف عندك اكسبت في البيس اوف الطابل تبقى برانش يبقى الشيب سلندريكال انت دونت برانش يعني من اول لحد الاخر هي خليه واحده ايه نعم هقول بعدين دي ناخد كارت دي ليه اكسبت ليه في البيس اوف الطابل ادي اول حاجه الشيب نيجي بعد كده لللينس نقول لك فاريبل يعني ايه فاريبل يعني في سمول وفي لارج سمول 1 مللي تخيل طولها 1 مللي دي في عضلات العين اكتب عندك عين و40 سم تبقى فين في الابر واللور لمب فهمنا يا جماعه توصل 40 سم تبقى خليه واحده من اول الاورجن لحد الانسيرشن خلي بالك كونتراكشن قوي لو هي انترابتد هيبقى الكونتراكشن ضعيف هي ماسل سيل من اول الاورجن لحد الانسيرشن وبلنس فاريبل من 1 مللي 40 سم الدايمتر هو كمان فاريبل اهم حاجه عندي التمييز بالمايك واحد كده بالميكروسكوب اوفر لين تمين يا جماعه الدايمتر من 10 ل 100 مايكرو ده شايف النيك دوي لا لو عملت بالملي انت شايف النيك دوي يعني النيك دوي مش اي حاجه بالملي فهي كطول انت تشوفها بالنيك دوي لكن كدايمتر لا صعب تميزها لان دايمتر بالايه بالمايكرو اللينس فاريبل والدايمتر فاريبل في بعد كده مين
نيوكليس اخبارها لونج ولا شورت؟ ده لونج، ده حتى وهي بتفضل في 1 مللي فلازم احط فيها كذا نواه، نواه الناحيه دي واحده الناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي، اصبح كده النمبر ايه؟ مالتي مون مالتي نيوكليات وبريفرال. يعني ايه بريفرال؟ جنب السيمبرين، جنب السيمبرين واوفال النيوكليس مالتيبل وبريفرال واوفال. من ناحيه النمبر مالتيبل، من ناحيه السايت بريفرال، من ناحيه الشيب اوفال. يجي بعد كده للسيتوبلازم. حد يقول لي السيتوبلازم هنا اسمه ايه؟ تمام، سيتوبلازم. وده القصه اللي فاتت. وبعدين يعني ايه سيتوبلازم؟ يعني السيتوبلازم بتاع المصل سواء كان كاردياك او سكيلتال او سموث، هو اسمه سيتوبلازم. وجهه نظر هيبقى احمر ولا ازرق؟ احمر. اشمعنى؟ ما بتصنعش. لو بتصنع فهو مليانه ار ار، كان ساعتها تلاقي لونها ازرق. هي بيحصل لها كونتراكشن، فالسيتوبلازم بتاعها احمر اسيتوفيليك. ولا ايه مليان حاجتين؟ ستورد فود اسمه جلايكوجين. فاكرين يا جماعه؟ الجلايكوجين في الليفر وفي المصل، الليفر الجسم كله والمصل نفسها جلايكوجين. طب بتخزن كمان اكسجين، لازم تخزنه في ايه؟ في اكسجين كارين بيجمنت فسموها ماي جلوبين. برضه مين؟ نفسها. والمجرم بيجي له اكسجين مين؟ كل الناس. اما ده بتيجي مين؟ ليها فقط اسمه ماي جلوبين، ودي سبب اللون الاحمر بالمصل. فهمنا؟ قول معلومه عشان تتكتب هنا. تتكتب فوق في الجنين بتيجي. ان هيكل المصل فايبر حواليه ايه؟ حد فاكر؟ بيديك كلها فايبر. يعني انت تبقى فايبر هنا. بتعمل سرير. استروما يعني هي كلها سرير يعني وتقدر فايبر وكمان احوطها بملايه اهو ملايه اهي مكتوب عندك اسمها ايه؟ بيتا لامين. لا اكتب لي فوق كلمه بيتا لامين اكسترنال لامين. ده اسم صح ليها مش بيتا. هتقول لي ايه؟ هتبص كده هي دي لها هيلكس وبيتا. مالهاش هيلكس وبيتا. الغلاف ده اهو بس العلمي ايه؟ اكسترنال في الابيثيليوم. انت كنت بتحط البيز لامينت فين؟ تحت فقط. انت بتحطها في اللاترال وبتحطها في الابيكال. فكان اسمها صح بيز لامينه فعلا. لكن لما اجي في المصل ما ينفعش اقول بيز لامينه، اقول ايه؟ اكسترنال لامينه. انت ما كناش شرحناها في الترم الاول وبعدين نفتح عليها. طب 104 104 هتلاقي في نص صفحه كده ان بي ملونه. تراني النقطة الثانية مكتوب ايه؟ اكسترنال لامينا هي نفسها اللاير بتاعت البيزا اللامينا بس في حالة مين؟ المصل والنيرف لأنهم ما لهمش بولاريتي. فهمنا؟ عشان بقول كده ليه؟ في تكاثر مش بيحكوا كلمة بيزا لامينا في المصل. يعني صح نمشي في نفس طريقة الكتاب هنا. يعني في الإيميتيريا طول الناس قال كده في المحاضرة يا جماعة البيزا اللامينا بتاعت المصل اسمها ثاني ايه؟ اكسترنال لامينا اهو. الاكسترنال لامنا هو نفسه الطبقات بتاعه البيتا لامنا في الابيثيليا. لان المصل ما لهاش بولاريتي، لا لها ابيكال سيرفيس ولا بيتال سيرفيس. اهي عامل زي القلم اهو. اهو ودي من اولها ودي نهايتها، يعني قلنا يا دكتور ده سيرفيس ده سيرفيس. لا يا ابني اهي دي البدايه ودي ايه؟ النهايه. وده كله اسمه ايه؟ ملوش اسم. ان لها ابيكال ولا بيت ولا لاتر. فاحنا بنسميه ايه؟ اكسترنال سيرفيس او اكسترنال لامنا. فاهمني؟ يبقى هو في مصل فايبر اكسترنال تستنى ايوه. هو عايز يكمل الصوره اهو. ادي دي كده فايبر، ادي بعد كده بيزا اللامنه او تستنى اللامنه، وبعد كده مين انجل ازاي اهو. فاكر ايه من ازاي؟ اخر مين كمان؟ اخر واحده زي دي بالظبط اهي. مصر فايبر مع مصر فايبر ثانيه مع واحده وراها مع واحده قدامها، دول تعمل لك ايه؟ مصر بندل. ساعتها حواطه بالكونيت بتيجي اسمه ايه؟ بيريميزيم. اخد كذا بندل وحواطه بالكونيت بتيجي اسمه ايه؟ بيريميزيم. كده انت عملت ايه؟ الهول ماسك اللي اسمها بايسبس او ترايسبس ده خدها في الاناتومي. تمام كده؟ نعمل ايه الاس؟ امال ايه الاس؟ شوف بعدين انا ايه يا ليالي؟ حد يقول لي. ايه السرايين دي؟ اهو خد السرايين ده اهو. إنه يوجد السكس
ديفينيشن ذا ماسل فايبر شوز كاركترستيك. كاركترستيك حاجه مميزه جدا واضحه جدا. كاركترستيك ترانسفيرز ستريشن عباره عن الترناتيف. حد يقول لي الغنى هنسميه ايه؟ دارك باند والفاتح لايت باند. ويفتح الدارك ويفتح اللايت. نطلع يا جماعه ان اللايت اسمه الثاني اي. ليه سموه اي؟ صح كان ايزوتروبيك. لما جبت ضوء وسقطته عليه الضوء ده بولارايز. عارفين يعني بولارايز؟ يعني عدى على مين؟ على بريزم فاصبح اتجاهه واحد. سقط هنا دي منوره لامعه فاتحه زي اللمبه دي كده سميتها لايت او ايزوتروبيك. ودي بقى لقيتها ايه؟ انايزوتروبيك يعني غامقه. بقول لهم احنا مش اللايت كان حرف ايه؟ اه. والدارك كان حرف ايه؟ والدارك باند اسمه ايه؟ ايه؟ واللايت اه. طب حد يكمل لي بقى. الدارك باند هو الغامق فيه في النص حته ايه؟ بيه برافو اسمها ايه؟ تمام وفي نصها خط ام ام لايت كده خلصت. يبقى الاتش زون حته كومبليت. اتش زون از بايسكتد بار يعني بايسكتد ونصف. ما هي باي يعني اثنين وسكشن على القطع بالام لايت. طب يلا اللايت ده في نصه خط غامق اسمه ايه؟ زد. عارفين يسموه زد؟ عشان زجزاج صح كده؟ عشان زجزاج عامل زد. لكن الاتش يا جماعه عشان عامل وسط اسمه تنسل. والام عشان ميد لايت. ميد لايت. يلا بقى يقول الريجون ما بين الزد والزد ساركو يعني عضله ومير يعني جزء جامد كلمه بوليمر وده الوحده البنائيه والوظيفيه للعضله القطعه العضليه. ايه يا جماعه انت كنت حافظين عندك خمس سطور ما همش اي قيمه وحاجه يكتب بين قوسين يكتبوا في الام برضه دي في الام ما بتحكمش من واحد حتى خمسه ربع بيطاروا بالام ام والاي ام وكتبهم مره واحده بس بالام قرارهم مختلف الاي ام انا سامو كده الاي ام فقط يلا الدارك اسمه ايه؟ 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 في نصه بيل اريا اسمها ايه؟ اتش باي سيكتد لاين اسمه ايه؟ ام لاين. يلا اللايت باند باي سيكتد لاين اسمه ايه؟ زد لاين. ده ريد بتوين تو ايه؟ سكسيسيف. لو ما لقيتهاش يبقى غلط فهمنا؟ لو جالك الام سي كيو ذا ريجن بتوين تو زد لاين اس كولد ساكوميل وصح ولا غلط؟ غلط. انا ما حددتش اي زد لاين. لازم ايه تاني؟ سكسيسيف يعني متتابعين. زد لاين اسمها ايه؟ ساكوميل. لازم كلمه سكسيسيف دي. ودي ستراكشرال انتي فانكشنال يونت اوف ايه؟ مصر. فهمنا؟ بعد كده كده. عايز اعمل ايه؟ كيس. حد يقول لي المايك فيلم لما طاح دي تطلع ليه؟ تطلع حلو؟ نقط تطلع نقط هنا اهو طب ايه الام تطلع دايره انا اسمع ايه الام عملت كروس سيكشن في الستيبر مصر اطلع دايره هي كانت اسطوانه اهي انا هطلع لك كده كيس اطلع لي دايره هلاقي فيها ساعتها ايه هلاقي الماي وفيلمنت عباره عن نقط قال لك النقط دي متجمعه اهي يبقى كل نقطه اسمها ايه ماي وفيلمنت وحد يقول لي كل مجموعه اسمها ايه ماي وفيلمنت بتاع عالم اسمه كون هايم فسماها باسم مهم جدا في الامتحان على فكره ما هو سبب وجود كون هايم ارياز في الستيت المصري؟ هو سبب تجمع الماي فيلم او الماي فيلم في الامتحان تنفع خالص يا جماعه يبقى الكونتراكشن اقوى
فدايما بحاول اعمل لهم ايه جروبنج. وعارفين ايه الميثود؟ احط ايه؟ احط السيتوبلازم، احط ميتوكوندريا، احط جولجي، احط اس تي ار، احط اي حاجه ثانيه من السيتوبلازم. فهمنا؟ فما ينفعش اعملهم زي كده. الميثود اخباركم ايه؟ وايد ديستريبيوت زي ما انا قلت كده. لا، العالم اللي شافها اسمه كونهايم قال لا يا جماعه هم متجمعين، هم تجمع هنا وهنا 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 وهنا. هيجي لك الامتحان بريزنس اوف كونهايم كاريس ان ذا سكيلتال ماسل. جيت من السنه اللي فاتت بدرجه درجة خدت كم كلمه؟ ديو تو كده ربع درجه. جروبنج كده وصلنا نص اوف مايو بريزنس اربع كلمات بدور على وكم فعلا سنه فاتت. الديو تو الجروبنج اوف مايو فايبرز. تمام يا جماعه؟ يعني ايه دلوقتي لو انا صورتكم من فوق يعني عملت الكيو تي اس اطلعوا ايه؟ نقط. النقط دي اخبارها هنا ايه؟ وايد ديستريبيوتد واخد الخليه كلها. لا هنا اخبارها ايه؟ جروبنج. مين اللي شافها؟ كونهايم. كونهايم معايا يا جماعه؟ النقطه اللي بعد كده كده على اخر نقطتين ريجنريشن. ما لهمش علاقه بالايه اللي معاك بس هو كده من هنا وخلاص. ريجنريشن اخر نقطتين احب ارسم برضه الماسل ال اس. كمان بحب ال اس على فكره اهو. ده كده سلم من اسمه ساركوليما حصل له شالو ديبريشن ورجع تاني ادي سلم من هنا اهو اسمه ساركوليما بيجي في بعض الاماكن ويحصل له شالو ديبريشن عشان نحط فيه خليه صغيره اهي. الخليه دي اسمها سطاميه. تاني خط الاسود اسمه ايه؟ ساركوليما. ساركوليما. الخط الاحمر اسمه ايه؟ بيزل او كستنا اللامنا. هو مصر على بيزل طبعا مفيش مشكله يعني ده صح. بيزل لامنا. لقيت هنا خليه صغيره اسمها ايه؟ ساتلايت سيل. ساتلايت سيل دي فكرتها ايه يا جماعه؟ دي عباره عن ستيم سيل. يعني ستيم سيل؟ يعني خليه تبدا تتكاثر. لو الماسل فايبر دي حصل لها انجري دي تتكاثر تبقى خليتين وثلاثة وأربعة بعد كده يتكسوا مع بعض يعملوا ماسل سيل. تاني هي الماسل سيل في الامبريو بتتكون ازاي؟ في يا جماعة خلية اسمها مايوبلاست. اسمها تاني تبقى اتنين تبقى أربعة تبقى عشرة تبقى مية. كل هذه الخلايا تتحد مع بعضها وتعمل وان سيل. تخيل انت عايز تعمل خلية 42 سم. اذا المسل سيل عباره عن فيوجن اوف ميني مايوبلاست. اختفى السيل من برين واصبحت خليه واحده مالتي نيوكليت. حصل انجلي في المكان ده كده فربنا حاطط ستيم سيل خليه اسمها ساتلايت سيل بحيث لما حصل انجلي هتعمل ايه؟ تنقسم ميتوزيس. ليه ماشي؟ ماشي تنقسم ميتوزيس بس بقول لك ليميتد يعني اخرها تعمل خمس ست خلايا. فهمنا؟ فساعتها انت تقدر تلم المسل على بعضها. مين هيساعدها بقى؟ حد كده الكونكتيف تيشو كده هو بندخل الكونكتيف تيشو. كان احد وظايفه تيشو ريبير بصفه عامه. اي تيشو يحصل له انجري هو بيلم مكانه بس مشكلته بيلم برضاعه حتى بيسيب اثر. ده اثر كان اسمه حد فاكر؟ سكار. سكار اي لعيب كره محترم ويحصل له تمزق في العضلات بيسافر المانيا. ليه بيسافر المانيا؟ هم هناك متخصصين في زراعه الستيم سيلز بتاعه المصري. فهمنا يا جماعه؟ بيقدروا يزرعوه بس لازم بسرعه قبل مين يلم الكونكتيف تيشو. لو الكونكتيف تيشو لم ساعتها هتلاقي الماسل في كورد بينها وبين بعضها كونكتيف تيشو لونه ابيض. هيأثر اكيد على ايه؟ على السبرنت بتاعه. صح كده؟ معايا كلام ولا ايه؟ يبقى ساتلايت سيلز يا جماعه طولها ليميتد طولها محدود. لو حصل كروس دامج تمزق عنيف او تمزق كبير في الماسل هي اللي هتلم ساعتها. انت تقدر مين اللي هيلم مكانها؟ الكونكتيف. المهم من الاول خالص ساتلايت سيلز اتعرفنا سمول سيلز خليها صغيره ما تعملش حاجه مستنيه لو حصل مشكله يبقى سمول سيلز بريزنت ان شالو ديبريشن. يعني شالو بحر يعني بحر سطح حد يقول ايه مش عميق اصل هي صغيره هي سمول هنا جماعه بيغلي يا جماعه المفروض لما قال سمول انت تفهم ضمنه ان الديبريشن اخباره ايه شالو موجود فين؟ على سطح الخليه. اذا سكيت المصري سيرفس بين ايه وبين ايه بالظبط؟ بين البيزا اللامنة عند ايه؟ ساركوليما. كده انت قلت ايه؟ تعرفها ومكانها. بتعمل ايه؟
act as a stem cell. يعني stem cell تاني خلية جذعية. خلية جدا تتكاثر فتبدأ الخلايا اللي هي differentiate اللي هي الخلايا الميتة. أو بلي إيه؟ أرول. فممكن بترول يعني إيه؟ يعني لها دور في regeneration. وذر بينما لو حصل gross damage هيبقى هي بإيه؟ في connective tissue scar. يعني هتيك الفايبروبلاست وتعمل كولاجين فايبر وتوصل دي من ناحيه الكونكتيف تيشو ناحيه الكونكتيف تيشو كده اصبح هنا في ماسل لونها احمر وهنا ماسل لونها احمر في النص ايه كونكتيف تيشو كولاجين فايبر لونها ابيض. هل الكولاجين فايبر تنقبض؟ لا زي اللي ولا اي حاجه خالص. كل فكره اصلا هي وصلت الايه الدنيا ببعضها على الاقل يمشي على رجليه. لكن هو عايز يبقى زي الاول لازم يعمل علاج بقى فيزيو ثيرابي على بيسموها يا جماعه بيولوجي. ده علاج بيولوجي حاول ايه بص على السؤال. لو جالك اللي انه في سكيلتون المصري حلو كلام اكتب الايت ما انت عارفه اي خليه اللي هي حد مليني كده شيب نيوكليوس سايتوبلازم ولا في الشيب عايز اكتب سايز السايز بتاع الخلايا فين بقى صح لازم اكتب ايه لينث دايمتر فاصبح شيب لينث دايمتر نيوكليوس سايتوبلازم في كل المصر سواء كانت سموث او كاردياك او سكيلتون بحب اعمل حاجتين ال اس و ايه ودي اس. والنقطه الاخيره ريجينريشن عايز تكتبها كده زي ما كلها هيكتبها ما لهاش علاقه بال ام بس انا هكتبها برضه. حاجه اقول ايه كده شبه بريزنتيكال وضمت ايه برانش شفت فين البيس البيس في الطن البرانش هات كده اول حاجه الشيب اخبار الانس ايه فاريبل قصيره اول واحد ملي فين في العين و40 سم فين الابر واللور ليم قدام الاخبار ايه من 10% بس هي تك عن السموث والكاردك عامه من 10% ايه مايكروميتر كده احنا قلنا الشيب واللينس قدام حتى الاول النيوكليوس مالتيبل اهي ادي واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا كده النمبر والسايد بتاعها ايه بريفر والشيب اوف نيجري سيتوبلازم لونه ايه احمر بس لقيت فيه شويه بيجمنت مايجلوبين وايه وجلايكوجين عملت ايه اللي اس هتلاقيها ايه ترايات واشرب بقى دارك ولايت القصه كلها خمس نقط واخر حاجه كل المسافه بين الاثنين دول باين اسمها ايه فتره تاكومي اطلب بقى على تي اس هدول هلاقي ايه هلاقي شويه كده كان دارك ايري اسمها تاني كون هاي ايه السبب بتاعها تجمع مايوفيبر فايبر ومالوش علاقه ان انت مش ان انت مش فاهم ان النيوكليوس مكون مره في اللي مش هتكتبها تاني ما لهاش علاقه في الامتحان حتى لو هكتب ايه انا اول حاجه المالتي والسايت والشيب واخر حاجه تقول زي ما انت قلت كده هنكتب كروماتيك وكده شكرا هنكتب كروماتيك لان انا مش هتصنع حاجه نوعا ما هنكتب كروماتيك تاني الاي ام حاجتين نيوكليوس وسيتوبلازم النيوكليوس ده مره قبل كده في عيد تاني مالتيبل وبريفرال واوفال واخر حاجه هيجي له كروماتيك تيجي بعد كده مين سيتوبلازم اسمه الاول اسمه ساركوبلازم اسيتوفيليك كراشين اتق الله لو كده يا جماعه اسيتوفيليك واقسم بالله كل اللي تحت صح هيتصل بك الراجل هو حد يا جماعه يجي في ام وهو سيتوفيليك او بيتوفيليك فهم؟ احنا في الام بنكتب على طول اورجانيلز انا في ال ام بكتب الوان لان انا اخر في ال ام بشوف السيتوبلازم الوان اشوفه احمر ازرق واستدل منه على اللون فهمنا؟ لقيته ازرق اعرف ما في ار ار لقيته احمر ما فيش ار ار ده اخر في ال ام اما بالاي ام دي ايه؟ اورجانيلز على طول اهو كده رقم واحد ايه؟ مايو ايه؟ فايبرز فاكرين؟ والمايو فايبرز حاجه اصغر اسمها ايه؟ ما
مايوفيلم. مايوفيلم نمنا رقم 2 نلاقي ايه؟ اس اي ار محترمه قوي. الدرجة اللي احنا هنا ايه؟ حد فاكر؟ ساركوبلازميك ريتيكولم. ورقم 2 ويلدي كولوم اس اي ار شفناها بعينينا. رقم 3 لقيت السلم امبريل حصل فيه انفلاميشن كل شويه. يلا اسمها ايه؟ تمام ايه تيوبيول او ترانسفيرز تيوبيول. رقم 4 هلاقي ميتوكوندريا كتير ولا قليل؟ يومرس طبعا وإلونجيت. ليه يا دكتور؟ ماشي مع اللونج اجز ما ينفعش تبقى سبيريكال، الدنيا كلها بالطول لازم تبقى إلونجيت وده ماشي مع اللي معاها. وسكاترد بتوين مين؟ اهو المايوفيبرين. ففي الحته اللي اسمها كونهايمز اريا، فالكونهايمز اريا مليانه ايه؟ مايوفيبرين ومايوفيلم. وان بتوين نحط بقى الباقي. فهمنا؟ فكنت شايفها هناك بقى ايه؟ بالال ام كان حلو فاضيه كده وخلاص. اس تي ار تي تيوبيول ميتوكوندريا كتيره ويونجيتد. رقم 5 بولج كومبلكس. ايه رايكم سمول ولا لارج؟ سمول ما بسمعش سمول سمول. وتحط مين يا دكتور؟ يعني حط اي ناحيه؟ اي بول من ناحيه النوايا، ده هو بيحب النوايا. النواه اوفل حطه ناحيه اول حاجه واحده سمول بولج. ايه رايك في الريبوسوم؟ سمول. احنا هنصنع ايه؟ احنا عايزين نصنع المايو فيلمنت اللي هي الاكتين والمايو فيلمنت، وبعد ما صنعها ارتاح. صح ولا في يا جماعه الريبوسوم؟ كان في نوع اسمه فري ونوع اسمه اتاتش. الفري كان بيصنع البروتين بتاع الخليه، فالريبوسوم يفضل يستعمل وقت صنع الخليه وصنع الاكتين والمايو فيلمنت. صنعهم مستريح بقى. شوف كده الريبوسوم سمول يعني سمول النمبر اند سكاتر البحث. رقم 7 انكلوجن. يعني 1 ل 6 سمول اورجانيلز. رقم 7 اسمها ايه؟ حضرتك يعني انكلوجن؟ حضرتك نون ليجل. كانت رقم 1 ستورد فود. هنا بنخزن جلايكوجين ولا ليميت؟ جلايكوجين. كانت رقم 1 جلايكوجين اهو جلايكوجين. رقم 2 اخزن اكسجين. مايكروبيك دي بيجمنت. بيجمنت لونها احمر. اخر حاجه حاجه غريبه قوي اسمها لايبوكسين بيجمنت. حد رد عليا كده. لونها ايه؟ روح يلو مش براون. يعني اصفر. حد شاطر يقول لي عباره عن ايه؟ ريزيدوال جودز. وما دام موجوده هنا معنى كده ان الخليه دي ايه؟ لونج ليفت ولا شورت ليفت؟ لونج ليفت. وده جه السنه اللي قبل اللي فاتت. دي كده بتطلعها. دي بريزنس. بريزنس اوف يلوش براون بيجمنت ان سكيتال ماسك. انتوا فاهمين ازاي؟ بريزنس اوف يلوش براون بيجمنت. عايز يربط معلومه بالسيل برد شابتر هنا. طب انت عارف ان اللايكوسين بيجمنت لونها ايه؟ يلو براون. موجوده في السيل. اذا السبيتال ماسل نوعها ايه؟ او تعتبر ايه؟ لونج ليف. لكن لما تبقى واحد ساكن شقه جديده هتلاقي فيها كراكيب ولو عزل خلاص زي الاربسيس كده او اي خليه عمرها قصير لكن لما تفضل عايش طول عمره في الشقه دي كل يوم والتاني فيه ايه؟ كراكيب. تراكم الكراكيب مع بعضها اسمها ريسيوال بوز. بتعمل جنب المنزليه اسمها ايه تاني؟ لايكوسين بيجمنت. يبقى الاي ام بتاع الساركوبلازم سبع حاجات من 1 ل 6 اورجانيلز. رقم 7 انكلوجن. الانكلوجن ثلاث حاجات. رقم 1 جلايكوجين مايوجلوبين مايكرون. رقم 3 لايكوسين بيجمنت. بصوا معايا واحد فيهم ثلاثه اللي هنشوفهم بالتفصيل. احنا هناخد النهارده رقم 1 اسمها مايوجلوبين. وعمل ايه يا جماعه؟ الميتوكوندريا خلاص في سطر واحد. اليوم هتلونجيت بالسطر. البولج خلاص في سطر واحد. سمول عند البولج عند البولج. طيب وصلت خلاص في سطر واحد. كذلك البولج. مين ما شرحش؟ واحد اثنين وثلاثة. النهارده هتشرح واحد بس. اسمها مايكرون. طب اشرح اثنين وثلاثة بس. حواليه ملايه
اسمها ايه؟ بيزا اللامنة او السدنة اللامنة، وحاطط حواليه كونكتيف تيشو اسمه اندوميزيت لوز. انك تشوف تقريبا مخليك من الساس كل الموجودين غير طبقه واحده. لا احنا عندنا لا، وده احنا شايفين بعينين على فكره، هم عندهم بيفسروا الحاجات الحيويه اللي بتحصل عندهم. لكن عندنا في سيبن برين اسمه ساركو لمنا، وفي بيزا اللامنه، والدليل بينهم خليه. حد يقول اسم الخليه ايه؟ ساتلايت سيل. هو مش حاجه واحده. فهمنا؟ والبيزا اللي خدناها قبل كده وتفتكروا هي نفس التركيب اللي بتاعت البيزا في البيزاسيل. ناخدها الحصه الجايه عشان مسؤول عن الكالسيوم. ناخدها الحصه الجايه، انا هاخد حاجه اسمها مايو فايبرز. الاول يعني مايو فايبرز الالياف الصغيره اللي جوه المصل سيل. اول دور مطلوب منك تحفظ كلمه بارلل اهو، لازم تكون بارلل. يعني ايه بارلل؟ يعني بالطول. يبقى المايو فايبرز مالها تاني بارلل تو ذا لونج اكسس في المصل سيل. واكتب بين قوسين كده بالمره شو بيندي. مش راحه بقى مطلوب مني في الاكتين ايه؟ اول حاجه تقول لي الطول والعرض. اول حاجه في الاكتين فيلمنت لازم تحفظ الطول والعرض على كده. طول الاكتين فيلمنت 1 مايكرو. 1 مايكرو. فاهم رقم عندكم؟ ما تبصش اللي هي 0.0 دي. 1 مايكرو. والعرض 7 نانو او 5 نانو على فكره. لما تكون في شابتر السيل 5 نانو لو تفتكر. كان الثين 5 والسيك 15 والاندرميديت 10. مفيش مشكله، وانا كده ابو 7 من 5 ل 7 كده، من 5 ل 7. الطول والعرض مهمين. الطول بالمايكرو 1 مايكرو، والعرض بالنانو 7 نانو. هذا اول حاجه. النقطه الثانيه، حد يعرف يقول لي المكان بالنسبه للدارك واللايت ام؟ موجود فين؟ الدارك طبعا الدار موجود في الدار، صح كده؟ موجود في اللايت، عشان كده هو في اللايت هو لوحده، وفي الدار هو مع مين؟ مع المايوسين. بس اهم حاجه، هل بيوصل للميدل بتاع الدار؟ لا. ما لو وصل للميدل بتاع الدار ساعتها يبقى الدار كله غامق. مكتوب عندكم في النص تقريبا قبل الاخيره تاني اهو. اين يقع الاكتين فيلمنت؟ اكستند اهو. فين؟ في الاي، يعني فعلا موجود في الاي. بضم تريش اتس ميدل. قبل الاخيره؟ تمام. قبل الاخيره. ايتش ثين فيلمنت بروجكت فروم ذا زد لاين. اكتب يعني بين في الاي يعني، معنى كده هنا في الاي. ما دام طالع من الزد لاين هو في الاي. وواصل لحد مين؟ لحد الايه؟ بالدونت ريتش ايه؟ السيميدل. فهمنا يا جماعه؟ ايه؟ يجي عند الاتش ويقف. ولو دخل الاتش ده ساعتها مش اتش، يبقى ساعتها ضغط برضه زي ايه؟ زي زميلها الناحيه. يبقى كده المكان. النقطة الثالثة التركيب. قالك عبارة عن أربع بروتينات. روح عارفينهم على فكرة. أكتين صح كده؟ وترومايوسين وتروبونين وبروتين اسمه نبيولين. عندكم؟ طب بص معايا أهو بس. هجيب بروتين شبه الكورة أهو. أهو الكورة أهي. وأسمي البروتين دوت جي أكتين. يعني إيه جي يا دكتور؟ جلوبيولار. يعني كروي. يبقى في حته مهمه قوي اهي، الحته دي بتحب المايوسين، اسميها اكتف سايت او مايوسين بايندنج سايت. اجيب كره ثانيه جي اكتين، كان فيها نفس الحركه وجي اكتين وكمان واحد كده، عملت خيط اهو. خيط هذا اسميه اف اكتين. اجيب كم خيط؟ اثنين. المفروض هيكون مع بعض ايه؟ استنى استنى ازاي يعني؟ لو ركبت صفيه مصوم عندك، هي مصوم عندك ايه؟ معايا يا جماعه؟ منها بعض ايه؟ دبل هيليكس. دبل هيليكس اكيد. الدبل هيليكس فيه هنا ايه؟ جروف. هجيب بروتين تاني اسمه ترومايوسين، وبرضه عباره عن اثنين بوليبتايد تشين، واسقطهم في هذا الجروف. وانا بسقطهم هخليهم يخطوا دي اسمها ايه؟ مايوسين بايندنج سايت او اكتف سايت.
واجيب بعد كده ميداليه عامله زي عرض المرسيدس اهو، يعني فيها ثلاث حاجات صح كده؟ واحد يتحد مع الكالسيوم اهو، واحد يتحد مع البروجو مايوسين، واحد اسمه انهيبيشن. ده الروتين اسمه ايه؟ التروبونين. التروبونين ده عباره عن ستيم مولكيول، واحد اتاكشن بالكالسيوم، واحد اتاكشن بيضم مايوسين، واحد فور انهيبيشن. ده حاجه بقى انت سالته من البيورين، ده بيعمل ايه؟ ده عباره عن بروتين كده الاستيك بيمسك الفيلامنت كله في الزيت لاين. عارفين الزيت لاين؟ عشان لما ده ينقرض يسحب معاه الزيت لاين، فساعتها الزيت لاين هنا يقرب من الزيت لاين اللي هنا يحصل كونتراكشن. وتعريف الكونتراكشن ايه؟ شورتنينج اوف ساركومين. اجيب عقله مع عقله مع عقله عملت لي ايه؟ بوليمر. هو كان في الاول مونيمر، فده اصبح ايه؟ بوليمر. اجيب كام بوليمر؟ اثنين، كل واحد اسمه اف اف اكتين، ورا منهم ايه؟ هيليكال كونفيجوريشن، يعني شكل حلزوني اهو. بعد كده اجيب مين؟ اثنين تانيين اسمهم ايه؟ اضربهم مايوسين، والاقيهم هنا اهم، نايمين كده اهم، مغطيين مين؟ الاسيد سايت. دول بقى خليتهم يتحدوا مع ماديه اسمها التروبونين. الميداليه دي عباره عن سي للكالسيوم واي انهيبيشن ودي لمين؟ لتروميوسين. ركز معايا اهو، ده عايز ينزل هنا بس مش عارف بسبب الميداليه. الميداليه اللي جوه دي شكلها هيتغير، ايه اللي يحصل ساعتها؟ الاقي ده ساقط في الظروف اللي هنا كده، ده حصل ايه؟ اكسبوز، اتكشف. فاهمين بقى يتفاعل معايا؟ التروميوسين هطلع اي تي بي، ساعتها اعمل ايه؟ فليكشن، فليكشن في الهيكل التروميوسين، يدخل لاكتين جوه. لما دخل اتنين جوه كده انت بتقرب الزيت لاين من الزيت لاين. ايوه ده بروتين اسمه هيدروبين، ده بيمسك انكر الاكتين فيلمنت في الزيت لاين. بروتين اسمه نيبيولين. خلاص انت خلصت؟ ايوه طبعا. ايه عندك يا جماعه باراجراف حوالي 6 سطور ايه ده في الفيسيولوجي؟ شفتش حاجه. انا بقول لك لايت الماس ده انت كله مكتوب في الفيسيولوجي. نقول تاني الطول والعرض، واحد مايكرو 7 نانو. المكان فين؟ ماسك في الزيت لاين اهو، يعني في الاي باند، ورايح ناحيه مين؟ الايه؟ فالدونت ريش الايه؟ الميدل. نيجي بعد كده الايه؟ التركيب. شفت بالمعلومات من تحت الفيسيولوجي. فهمنا يا جماعه؟ طب بكره على ايه بقى؟ مايوسين. نفس الايت. حد يقول لي الطول هيبقى كام؟ الطول 1.5، الطول 1.5، الطول بتاعه 1.5، والعرض 15 نانو كده. اسمه تيك، اسمه تيك فيرم. حد يقول لي المكان فين؟ ايه اونلي اهو المكان اكستند في الاي باند اونلي. فهمنا يا جماعه؟ يعني كده الاي باند في مين؟ في الاكتين ومايوسين. فاسمع الجمله دي، الاتش باند فيها مين؟ مايوسين فقط. واجيب الام فيها مين؟ مايوسين فقط. احنا قلنا فصل اتش والام هي فصل اتش. فهمنا ولا ايه؟ ولا الاي فين؟ الاكتين فين؟ هو انا ممكن يطلع عكسيه. يعني اقول لك ايه؟ الاكتين فيلمنت، الاكتين فيلمنت ماسك في الزيت لاين، ده اللي كاتب كده. يعني ماسك في الزيت لاين، يعني موجود في الاي باند. في الزيت لاين بنص الاي باند، يبقى اذا الاكتين فيلمنت موجود فين؟ في الاي باند. ورايح ناحيه الايه؟ بس ما بيوصلش لايه؟ الاتش. طب نيجي للمايوسين فيلمنت، موجود فين؟ في الايه؟ طب انا بسالك بطريقه ثانيه. قول لي بقى الاي باند. الاي باند قلت لنا ايه نوع انواع الكلام؟ اكتين اون. فهمنا؟ جيت على مين؟ على الدار. حلو الكلام؟ لو سبتها لك مفتوحه خلاص، لكن لو قلت لك النان اتش، النان اتش يبقى فيه ايه؟ اكتين ومايوسين. طب والاتش؟ مايوسين فقط. قلتها كده ولا ايه؟
المكان خلص. دي اخر حاجه التركيب. بصوا معايا بيتركب من ايه؟ من اثنين هيفي تشين عاملين زي عصايه الايه؟ جول. جول تاني. الميوسين مولوكيول عباره عن اثنين هيفي تشين. يعني ايه هيفي تشين؟ يعني لونج بول بيبتايد تشين عاملين زي ايه؟ عصايه الجول. وكم واحده لايت؟ حد يعرف؟ اربعه اربعه. اثنين هنا واثنين هنا. تمام كده؟ حد يقول لي هعمل ايه؟ هاجي في الحته دي كده والفها مع بعضها ايه؟ دبل هيليكس. واسمي دي التيل. والتيل وزنه خفيف ولا تقيل؟ خفيف طبعا. قوم اسميه لايت ميرو مايوسين. يعني لايت؟ وميرو يعني ايه؟ جزء. ميرو يعني جزء بوليمر. ميرو. اجي هنا بقى الف دي مع بعضها تعمل لي هيد، ودي مع بعضها تعمل لك ايه؟ هيد. يبقى ايه هو الهيد؟ جزء من الهيفي على اتنين لايت. الهيد وزنها تقيل ولا خفيف؟ تقيل. يبقى اسمها ايه بقى؟ دول هيفي ميرو مايوسين. على فكره ومكروت الكلام عندك في التركيب يا دكتور، حتى انت واخد تفصيل الفيزيولوجي. يعني هو جاب سيرة اللايت ميرو مايوسين ولا الهيفي؟ هو جاب سيرة التيل والهيفي. نقول تاني، نقول تاني. مايوسين فيلامنت. انا كده قلت الاول مايوسين فيلامنت، بس افرض بقدر الله ده كريتيك. احفظ الاول الايتم. وساعتها لو انت مذاكر في السيرفي كويس قوي وامتحان دي كريتيك، هتعرف تالف. الطول والايه؟ والعرض. ارقام سهله. 1.5 و15 قريبين من بعض قوي. 1.5 وايه؟ ال 1.5 هيبقى بالايه؟ بالمايك عشان طول. وال 15 بالنام عشان عرض. كده واضح كده اهو. نيجي بعد كده لايه؟ المكان هتقول ايه؟ الايه باند اونلي. الايه باند اونلي. نيجي بعد كده لايه؟ التركيب. بيتكون من بروتين على اسمه، اسمه البروتين مايوسين. يبقى المايوسين فيلامنت فورمت اوف مايوسين بروتين. ايه تركيب بقى المايوسين بروتين؟ في 6 بولي بيبتايد تشين. في كام واحده ثاني؟ 6. اثنين ايه؟ طوال بسميتهم هيفي. يبقى اثنين هيفي تشين. واربعه ايه؟ قصيرين سميتهم لايت. هربطهم مع بعض ازاي؟ هركبهم مع بعض ازاي؟ باخد الجزء اللي عامله زي العصايه اللي هو بسموه رود. رود سيجمنت اوف هيفي بروتين مايوسين يتلفوا مع بعضه يعملوا لي دبل هيليكس. فسمعت اسمهم ايه؟ تيل. بعد كام تيل؟ تيل واحد. اخد اثنين لايت مع حته من الهيفي واعمل هيد. كده عندك كام هيد؟ اثنين. يعني المايوسين مولوكيول او المايوسين فيلامنت ليه اثنين هيد وواحد تيل. والحته دي لو تفتكروا اسمها ايه؟ هنج. هنج ودي بتشتغل بالاي تي بي. يطلع اي تي بي يعمل كليكشن في الهيد. اخبار الهيد دي ماسكه مع مين؟ مع المايوسين، مع الاكتف سايت. وعشان تمسك محتاجه ايه؟ كالسيوم. يعني الكالسيوم لما خرجناه من الاس اي ار راح اتحد مع التروبونين سي فغير شكل الميداليه كده. مين اللي سقط الجروف؟ الدرومايوسين. مين اللي اتكشف؟ الاكتف سايت. فساعتها المايوسين مسك فيها. اسرق بقى اي تي بي يتحول لاي دي بي تطلع ايه؟ طاقه. تستخدم هنا فين؟ في الكليكشن. فساعتها ندخل الايه؟ في الاكتين جوه. اتفرج عليه. بص انا والله كان انا بتكلم كلام دلوقتي. انا صحيت من النوم ما كنتش لما اتفرجت عليه. اتفرج عليه في اي مكان كده، ادخل على اليوتيوب بس ميكانيزم خاص بالتراكشن. انا اتفرج ميت انيميشن هتفهمه كويس جدا. خلاص؟ مش مهم. لازم انا اقول لك تدخل المسافه في التركيب. في بروتين اسمه تايتين الاستيك بيمسك ده في الزيد لايت. يعني النيبيولين بيمسك الاكتين في الزيد لايت. ده اسمه تايتين. لا خدت القطعه. ماشي. بس هو